تنظم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة جائزة الحسن الثاني للبيئة في دورتها 14. تشمل هذه الجائزة 6 مجالات، وهي البحث العلمي والتقني، الإعلام، العمل الجمعوي، مبادرات المقاولات، مبادرات الجماعات الترابية، مثالية الإدارة. ترسل الترشيحات بالبريد المضمون أو تودع لدى مكتب الضبط التابع لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. آخر أجل لإيداع الترشيحات هو 31 مارس 2023. للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة البوابة الإلكترونية www.mted.gov.ma.